بغيتي تعرف لي كادو اللي غادي تستافدي منهم الا تسجلتي في شركة اوريفلام بالاخص في هذا الشهر هذا اللي هو شهر مارس. بغيتي تعرفي على الكادوات ولي بروموسيون اللي كاينين اللي تقدري تستافدي منهم، كيف ما استفدت منهم هاد المستشارة هذه اللي تسجلت في شركة اوريفلام معايا هاد الشهر. خليك معايا، بغيتي انتي تسجلي ما عليك الا تواصلي معايا عبر الواتساب. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ملكه الزهري. كنتي اول مره غادي تشاهدي لا فيديو ديالي، ما تنسيش انك ديري لايك كيف العاده او كومونتير باش تهمينا بطبيعه الحال، وسبسكرايب باش يوصلك دائما الجديد ديالنا. بالنسبه لليوم فيديو غادي يكون استثنائي حيت ما غاديش نبارطاجي لا كوموند ديالي، ديجا انا بارطاجيتها، وانما غنبارطاجي التجربه ديال واحد المستشار اللي تسجلت معايا في شركه اوريفلام. اول حاجه استفدت منها البنت من بعد ما تسجلت من اوريفلام تسجيل فابور، يعني دخلت الاوريفلام غراتوي لا حتى شي حاجه. هادشي غادي يظهر لكم هنايا في هاد الورقه هادي. شنو هي هاد الورقه هادي؟ هي لا فاكتور اللي كتضمن حقك وحق الشركه بصفه عامه. مثلا وقع لك مشكل ان وصلك واحد البرودوي خاسر، يعني خاسر يعني مهرس، تقدري ديري ليه شونج، يعني ترجعيه للشركه من خلال هاد الورقه هادي، يعني مسجل هنايا. يعني هنا كتضمني حقك والحق ديال الشركه حتى هي كتضمن الحق ديالها معاك. هنايا غتشوفوا في هذه البلاصه هذه هضر غير السميه السيده، هنا لانسكريبسيون غراتوي هنايا هيا هاد البلاصه هادي لانسكريبسيون غراتوي. المهم الا ما بانتش ليا انا هنا من بعد غادي نحاول نسكرينيها لكم هنايا ونوريها لكم. اول حاجه كي قلت لكم استفدت منها انها استفدت من تسجيل الفابور. ثاني حاجه استفدت منها وهو الكتالوج، خدات الكتالوج في لا كوموند ديالها باش غادي تقدر تجمع بليزيوغ كوموند، يعني غتجمع بزاف لي كوموند، ما غتجمعش كوموند واحد وانما غتجمع بزاف ديال لي كوموند. يعني حيت الشهر صراحه حافز بلي كادو بلوس حافز بلي بروموسيون عكس الكادوات. يعني من غير السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ملكه الزهري. كنتي اول مره غتشاهدي لا فيديو ديالي، ما تنسيش انك ديري لايك او كومونتير اكيد باش تدعمينا، وسبسكرايب ما تنسيهاش. علاش؟ باش يوصلك دائما الجديد ديالي. بالنسبه لفيديو ديال اليوم هو لا كوموند اللي وصلت لواحد السيده اللي يلاه تسجلت معايا في شركه اوريفلام، اي لي كادو اللي استفدت منها بالاخص ان لا كوموند دوزاتها في واحد الوقيته اللي زوينه وهي نهار 8 مارس يعني عيد المراه. استفدت من بزاف ديال لي كادو، وكذلك لا كوموند ديالها علاش غنبارطاجيه معكم صراحه حيت زوين بزاف ان السيده قدرت تستافد من كاع لي بروموسيون اللي كاينين في الكتالوج. يعني يعني تقريبا كاع لي بروموسيون اللي كاين في الكتالوج استفدت منهم. تبعت اول حاجه تبعت التوجيهات ديالي، تبعت يعني لي بروموسيون اللي كاينين باش تزيد من الارباح ديالها، وقدرت انها تجمع كوموند اللي زوين وفي وقت اللي واجين اللي في ظرف يومين. هضرت معها دابا اليوم حنا في 8، هضرت معها بالضبط نهار 6 مارس، هضرت معها تقريبا حتى شي 10 الليل عاد هضرت معها، والحمد لله قدرت تجمع لا كوموند ديالها وقدرت تدفع لا كوموند ديالها، ولي كادو اللي ربحات زوينين زوينين بزاف. خليكم معايا باش تعرفوا على لي كادو ديالها اللي ربحات. اول حاجه استفدت منها هاد السيده هادي من بعد ما تسجلت معايا في اوريفلام انها تستفدت من لانسكريبسيون غراتوي، يعني تسجلت مع شركه اوريفلام غراتوي، يعني انضمت للفريق ديالي فابور. مجرد ما خدات النمره ديالي هضرات معايا، شرحت ليها، تبعت التوجيهات ديالي كاملين، دخلت قالت بسم الله توكلت على الله و خدمات. اول حاجه غنهضر لكم على هادي، هادي واحد لا فاكتور اللي بزاف الناس كيسولوا عليها. هاد لا فاكتور هادي كتضمن لك الحق ديالك انتي وكتضمن حق الشركه. غنسني غير باش ما تبانش السميه ديال السيده. بالنسبه هادي هي لا كوموند ديال السيده كما كتشوفوا معايا، هادو هما لي برودوي اللي دافع السيده. بالنسبه لهاد لي برودوي هادو هما هادو اللي غتلقى لكم، لا نوريكم دابا نبارطاجيهم معكم. ثاني حاجه استفدت منها انها وصلها الكتالوج ديال هاد الشهر باش تزيد مازال تدفع لي كوموند ان شاء الله، حيت صراحه كتالوج حافز بالبرومو. ثاني حاجه قدرت تاخذ هاد الفلاير هذا
باش تقدر حتى هي تشجع الناس اخرين باش تسجلهم مع شركه اوريفلام وتعرف راسها شنو غادي تربح في هذا شهر مارس ان شاء الله. ثالث حاجه خدات هي هاد الورقه هادي، غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو على هاد الورقه هادي. هادي غتفيد بزاف الناس مستشارين شركه اوريفلام اولا الناس اللي غيبغيو يتسجلوا مستقبلا في اوريفلام. بعد الناس اللي باغيين يتسجلوا في اوريفلام مرحبا بكم، دخلوا عندي الواتساب حتى نتوما باش تستافدوا من نفس الحاجه اللي استفدت منها هاد الاخت هادي. بالنسبه لا كوموند ديالها راه قلت لكم زوينه زوينه. غادي نبدا لكم باول حاجه اللي اوريفلام دارتها لينا وهو واحد الحلقات اللي زوينين بزاف بزاف، الحلقات اللي غزالين من شركه اوريفلام صراحه فنيين عجبوني انايا، غادي نبارطاجيهم معكم. ها هما باش كيتحلوا، ها هما الكرتونه ديالهم هي هذه كيف ما كتشوفوا معايا، الكرتونه زويونه. ها هما كيفاش كيجيو بهذا الشكل، هذا كيجيو ملفوفين في هذه الورقه هذه مع طابع ديال شركه اوريفلام طبيعه الحال، اي كيجيو على هذا الشكل هذا صراحه كيجيو انيقين بزاف بزاف هاد الحلقات. نوريهم لكم انا من فوق الفولار، انا حطيتهم فوق الفولار تردن. زوينين زوين حلقات اللي راهم زوينين بزاف. او بالنسبه هاد الحلقات هادو راه فيهم بروموسيون بزاف. مهم ما نذكرش دابا لي بري ديال كل حاجه، وانما غادي نخليكم تدخلوا الكتالوج باش تكتشفوا، حيت ما واخا نذكر حتى هي ما غنذكرش كاع لي بروموسيون، ولكن غادي نخلي لكم نتوما باش تقلبوا على لي بروموسيون وتشوفوا الكتالوج. ما ربنا انا نذكر لكم شي اوفر وانتم محتاجين اوفر اخر، يعني غنخلي لكم ديسكريبسيون غنخلي لكم الرابط ديال الكتالوج يعني. واللي بغى دوز كوموند مرحبا بها، دوز عندي غير الواتساب نوريه كيفاش دوز لا كوموند ديالها ونشرح ليها كل شيء يعني بشحال كتخرج كل حاجه من شركه اوريفلام. اي ثاني برودوي اللي استفدت منه اللي هو هاد المجموعه هادي ديال اوبتيماس، صراحه مجموعه اللي زوينه فيها واحد البروموسيون اللي كبير بزاف بزاف. هاد المجموعه هادي بالنسبه للناس اللي عندهم البشره البشره مختلطه اولا البشره العاديه، البشره البشره المختلطه او البشره العاديه، هاد لاغام غتليق لكم. فيها كريم ديال النهار وكاين فيها كريم ديال الليل، السيده قدرت بغات غير الكريم ديال النهار، وفاش خدات كريم ديال النهار ب 99 درهم قدرت تاخذ هاد الجين نيتوايون وهاد تشونر غراتوي، يعني ثلاثة استفدت منهم غير ب 99 درهم. نورمالمون هاد المجموعة كتكون غالية بزاف. ثالث عرض غادي تستفد منه هاد السيدة هما هاد لي ستيك هادو، غادي نحاول نوريهم ليكم هاد لي ستيك هادو. اوب حاولت تستفد من الماكسيموم ديال لي ستيك، جمعت كوموند فيهم من ميس جيورداني اللي هي هادي، الثمن ديالها 25 درهم. عرضته هو اللي فيه 50%، كاينه هادي الفيتا هي فيها بروموسيون هاد الشهر هذا، اي كاينه ديفين اللي فيها حتى هي بروموسيون هاد الشهر هذا، يعني واحد الاوفر اللي راه زوين بزاف بزاف بزاف. كذلك استفدت من هاد البرومو هذا اللي هو هاد المجموعه ديال 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 لوف ناتور، من مجموعه لوف ناتور للعنايه بالبشره، قدرت تاخذ هاد المجموعه هادي اللي كتبقى غير ب 69 درهم فقط. الا خديتي هاد الكريم ب 69 كتاخذي هاد التونر غراتوي، يعني استفدت من كاع الحوايج اللي فيهم الغراتوي، حاولت ماكسيموم انها تبارطاجيهم مع صحاباتها. غندوزو الماكياج، قدرت تستفد من هاد الكرايون هذا اللي فيه جوج الالوان اللي كيبقى ب 19 درهم، في دو فاس كاين هاد اللون هذا وكاين هاد اللون هذا، في دو فاس ب 19 درهم. اي كاين واحد العرض اخر اللي هو هاد الباك هذا اكلا ويكاند، تا هو باك لي زوين تقدري تقدميه بحال الكادو،
دابا كنا عارفين اليوم واحد المناسبه اللي راه زوينه انه تقدري تقدمي لصحاباتك لعائلتك لماماك، هي احسن حاجه تقدري تقدمي لها شي كادو في هذا النهار هذا. تقدري تقدمي لها هذا الكادو هذا، فيه حليب ديال اللحم وفيه ريحه ديال الاكله ويكاند. صراحه استفدت هي من جوج ثلاث باك كيف ما راكم كتشوفوا، دوزات في لا كوموند ديالها دو باك. اي باقي واحد العرض اخر اللي اليوم 8 مارس كان واحد العرض اللي هو الميني كاتالوج. الميني كاتالوج ماشي هو هذا الكاتالوج اللي وريتكم في الاول لا فيديو، وانما هذا الميني كيدار عندنا في اوريفلام كل 7 ايام، يعني كل 7 ايام كيتحط ميني في الاوريفلام، كيكون فيه تقريبا الربح الى بعتي منه غادي توفري عليك واحد 60% ديال الارباح ديالك. كيفاش هاد 60%؟ كتكون فيه سلعة رخيصة بزاف مقارنة مع الكتالوج، وإنما كاين واحد الشرط، إلا بغيتي دوزي من داك الميني كتالوج أوبليجي عليك دوزي 40 نقطة من الكتالوج. 40 نقطة تقدر غير لي ستيك راه دوزو لك 40 نقطة، يعني غير ريحة وحدة دوز لك مثلا 40 نقطة، يعني ماشي شي حاجة اللي كتيرة 40 نقطة، 40 نقطة راه شي حاجة اللي ساهلة. ايضا قدرة تستفيد من الميني كاتالوج دوزات في لا كوموند هاد جوج عنبر كريست اليكسير ماستري. صراحه عنبر اللي زوينه انا شميتها ولكن باقي ما خديتهاش لراسي، غير شميتها كنت جبتها لواحد الكليانه وشميتها ريحتها زوينه بزاف، مختلفه على عنبر كريستال وعلى عنبر اللي متعودين عليها دائما اليكسير. هذه ريحتها مختلفه تماما على عنبر الاخرين. عنبر راه ثلاثه ديال الانواع البنات. هنا كنكونوا كملنا لا كوموند ديالنا، ولكن البنت دفعات هنا في لا كوموند ديالها 150 نقطه. فاش دوزي لا كوموند ديال 150 نقطه استفدت من جوج عطور من شركه اوريفلام. هذا العطر خداته ب 29 درهم 9 دراهم عفوا، خداته ب 9 دراهم وهذا ب 49 درهم. ريحه انيغما انيغما اللي غنيه عن التعريف خداتها ب 9 دراهم، و اكلا هوم خداتها ب 49 درهم. يعني روايح اللي ما يمكنش لك في شي بلاصه غتاخذيهم بهذا الثمن هذا، مستحيل انك تلقيهم في شي بلاصه غتاخذيهم بهذا الثمن هذا. مع اوريفلام قدرات هاد السيده تاخذهم. كذلك هادو بالنسبه للي كادو ديال اوريفلام اللي دارت ليها طيلة الشهر، يمكن لك تنتية ولا نتي ولا نتي تستفدي من هذا العرض هذا بحالك بحال هاد البنت هادي. اليوم يلا 8 يعني باقي الشهر طويل ان شاء الله تنتي تقدري تستفدي. هاد البنت هادي دوزات لا كوموند اليوم وكانت فائزة حتى هي بواحد الكادو الاستثنائي اللي غير اللي دوزات لا كوموند ديالها نهار 8 مارس هي اللي غادي تستفد منه، وهي هاد الفوطات هادو كما كتشوفوا معايا. فوطات انيقين بزاف بزاف بزاف، فوطه كبيره ديال اللحم وفوطه ديال الراس، غير ديزاين ديالهم زوينين بزاف. انا غنوريهم لكم حلولين باش تشوفوهم اكثر. ها هما كيف كيجيو، غير هاد الطريزه ديالهم غزاله بزاف، طريزه خطيره بزاف بزاف بزاف. وفي الغوز حنا كاع البنات كنبغيو كيعجبونا الغوز، كيعجبونا لي كولور بالاخص الغوز. صراحه الطريزه اللي فيها غزاله بزاف. السيده واش دوزات لا كوموند ديالها استفدت من هاد الفوطات هادو، واستفدت كذلك من هاد دو بارفان هادو اللي ما غتلقاوش في اي بلاصه. حتى نتيا امكانك، هنا كنكون ساليت الكوموند اللي وصل للسيده، حتى نتيا بالامكان ديالك انك دوزي لا كوموند وتربحيها جوج عطور حتى هما الا دوزتيهم هاد الشهر هذا. ما كاينش، راه كنأكد عليكم راه ما كاينش شي بلاصه اللي غتلقاو فيها بحال هاد العطور بهذا الثمن هذا. بغيتي تسجلي في اوريفلام كاين مازال، كنوعدكم كاين مازال لي كادو اللي كبار بزاف من هاد الشيء كامل، وان شاء الله تسجلوا معنا وغادي تكون عندكم ارباح اللي طائله بزاف. هاد الروايح الا بعتيها غير 169 درهم راه شيطات لك على الاقل، شيطات لك واحد 80 درهم اولا 90 درهم.
اما خلاص هادي راه شيطات كلشي رباح، حيت صراحه روايح اللي زوينين ومطلوبين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى اني ما نكونش طولت عليكم. بغيتي تشاركي في اوريفلام تواصلي معايا عبر الواتساب ديالي وخلي الكمالة عليا انا ان شاء الله. ما تنسيش تشارشي الفيديو وديريش لايك وكومونتير وسبسكرايب باش يوصلك دائما الجديد ديالي. راني كنتسناك.